انا طبعا هنتخب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شفنا انجازات كتيره جدا زي المشروعات الاسكان، زي مشروعات الطرق والكباري، شفنا مشروعات زي مشروع الضبع اللي هو في قلب الصحراء لزراعه اكتر من 2 مليون فدان، حاجات كتيره جدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا هنزل انتخبه، وهنتخبه عشان خاطر مستقبل اولادي.